نعم ازيك؟ نعم استاذ فلان حبيبي، كيف حالك؟ الحمد لله نسال الله ان يبارك فيكم. وفيك يا رب. يا شيخ، انا خاطب، يعني انا بحاجه شديده للزواج، وابويا خطب لي كده فتاه طيبه وصالحه، لكنها تقول لي لا احب ان اراك وانت لابس الطاقيه. قل لها أنا لا أحب أن أراك. قل لها أنا لا أحب أن أراك. يعني ما رأيكم؟ لا، ما رأيي إن ما تكونش كده من الأول متسلطة عليك وتدعوك إلى مخالفة السنة من الأول. أنا متصل بها إن شاء الله. الآن يعني، الآن يعني لا تحب أن تراك على هيئة، على هيئة سنية من الآن. الله يغنيك عنها يا أخي، لا تلهث وراءها. السلام عليكم.